للمزيد عن ملف الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العراق وتورط جهات سياسية في هذه الجرائم، تنضم إلينا من لندن عبر الهاتف الدكتورة فاطمة العالي، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة، مرحبا بك. السلطات الأمنية في العراق ألقت القبض على 45 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود العراقية الإيرانية إلى محافظة السليمانية بطريقة غير قانونية، بينما كانت السلطات الأوروبية أعلنت عن اعتقال 21 شخصا ضمن شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين من العراق إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا البيضاء وكذلك روسيا. دكتورة فاطمة، لماذا برأيك يعني تحول العراق إلى مركز إقليمي لتهريب المهاجرين؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وحيي مشاهديكم الكرام. يعني أن يكون العراق واحد من المراكز التي يتم فيها ممارسة الإتجار بالبشر فهذا ليس مستغرب، خاصة وأن الوضع الأمني في العراق ولا الحكومي مستقر، ولا يوجد هناك أصلا أمن وأمان في العراق نتيجة انتشار الميليشيات، نتيجة انتشار السلاح المنفلت، ضعف تطبيق القانون، الطائفية، الفساد المتفشي حتى في أوساط السلطات الأمنية، كل هذا طبعا يشكل عامل أساسي وهو الحقيقة الأساس الذي ترتكز عليه أي جماعات إجرامية في أن تنتشر في أي بلد من البلدان. ولذلك فليس من المستغرب أن يتم يعني القبض على مثل هذه العصابات الخطيرة وأن تتفشى في أوساط المجتمع العراقي. نعم. لماذا تأخرت مثل هذه العملية لسنوات؟ يعني في بغداد وزارة الداخلية أعلنت اعتقال المئات من المتهمين في العملية الأمنية بمنطقة البتاوين وسط المدينة، ينتمون إلى شبكات ترويج المخدرات والاتجار بالبشر. طبعا هذه العملية الأمنية هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، لماذا تأخرت؟ نتيجة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نتيجة أنه هذه العصابات لديها من يساندها من المسؤولين والمتنفذين والأحساب الحالية في العراق، وإلا كيف يعني يتم السكوت على مثل هذه العصابات كل هذه السنوات، مع العلم أن الكثير من دول العالم قد ألقت القبض على الكثير من عناصر هذه العصابات وكان بينهم عراقيون، ومع ذلك لم تجد صداها ولم يتم التحرك في من قبل السلطات العراقية من أجل فتح هذا الملف وإيجاد رؤوس هذه العصابات، بدل أن حتى يتم استغلال مثل هذه الأخبار من أجل التغطية على أخبار أخرى أو من أجل مصالح سياسية وتنازع بين الميليشيات أو الأحزاب المتنفذة في العراق. كل هذا في الحقيقة معروف وأصبحت في العراق يعني حتى التحركات الأمنية لها علاقة بالمصالح السياسية ومصالح الأحزاب ومصالح الميليشيات أو نتيجة تنازعهم. يعني دكتورة، هل يعني هذه العملية مع وجود يعني نظام فاسد، مع وجود سلطات أو قضاء فاسد أو قضاء مسيس، برأيك هل ستقضي هذه العملية الأمنية على أحد أوكار الجريمة المنظمة في بغداد، لا سيما أن خبراء يقولون أن المقبوض عليهم هم من صغار المجرمين بينما الكبار آمنون من الملاحقة؟ لا، بالتأكيد يعني كما تفضلت، إذا كان هو القبض على مجرد عناصر صغيرة يعني هذا لا يعني أنه تم القضاء على هذه العصابات. هذه العصابات لديها من يسيرها، لديها من يسمح لها، خاصة وأن الحدود المفتوحة والمعروفة مع إيران خاصة يعني تسهل هذه العصابات أن تدخل العراق، ونعرف جيدا من يسيطر على هذه المنافذ الحدودية. إذن كيف تدخل هذه العصابات دون أن تكون لها من يساندها داخل العراق؟ الأمر أصبح يعني معروف، يعني العراق أصبح مع الأسف الشديد مرتع للكثير من العصابات ومنها عصابة الإتجار بالبشر. نعم. طيب دكتورة، ضباط في وزارة الداخلية قالوا إن شبكة البتاوين تمثل مشروعا تجاريا لزعماء أحزاب
وميليشيات معروفة في البلاد، يعني وصفوه بأنه مشروع تجاري. إذا كان الأمر كذلك، يعني ما تداعيات هذا المشروع؟ في الحقيقة يعني هذا المشروع خطير، ومن يعني ينفذ مثل هذا المشروع أولا وأخيرا لديه أهداف يعني اقتصادية من وراء هذا، والتربح على رؤوس الفقراء. معروف جيدا أن الوضع الاقتصادي في العراق للعراقيين عموما هو سيء، وبالتالي مثل هذه العصابات سوف تزيد من تدهور يعني المجتمع العراقي، سوف تزيد من تفكك المجتمع العراقي، سوف تزيد من يعني تفشي العصابات أكثر في بين أفراد المجتمع العراقي. طبعا نعرف جيدا أنهم يستهدفون يعني خاصة الأطفال، النساء، يعني الفئات الضعيفة من المجتمع، ولذلك فإنهم يعني فإن لهذا التداعيات خطيرة على التفكك الأسري، على انتشار العنف الكثير، انتشار المخدرات كما هو معروف الحقيقة، الكثير من التداعيات الخطيرة إضافة إلى انتشار العنف. فمن هذه العصابات يعني تلجأ إلى يعني استعمال العنف من أجل تنفيذ مشاريعها، ولذلك نرى كيف أن الأمن أصبح في العراق يعني مهدد بصورة خطيرة، وتفكك المجتمع العراقي يعني أصبح يعني وصل إلى يعني مشارف، وهو يعني خطيرة جدا، يعني لها يعني تأثيرات سلبية كثيرة جدا على يعني المجتمع العراقي. طيب دكتورة فاطمة، إلى أي مدى ترين أن ما هذا إلا لتداعيات جرائم احتلال العراق، يعني وخاصة فوضى السلاح المنفلت، انتشار معدلات أو اتساع معدلات الجريمة، انتشار المخدرات، واستهداف مباشر للقيم المجتمعية؟ نعم بالتأكيد، يعني هذا المشروع يعني الذي يستهدف العراق منذ عام 2003 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول التي شاركت في غزو العراق هي الأساس. يعني العراق كان معروف جيدا لدى المجتمع الدولي بنظافته من المخدرات، من الآفات المجتمعية والأمراض الاجتماعية، من انتشار الأمراض الخطيرة مثل نقص المناعة، الكثير الحقيقة من الآفات، والحقيقة الكثير من الأمراض التي المجتمعية التي انتشرت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، وهذا نتيجة لما جاء به إلى الاحتلال الأمريكي من أحزاب فاسدة وميليشيات مستوردة، وأيضا مساهمتهم في إفساد ونشر الرذيلة في بين مفاصل المجتمع العراقي، كل هذا من أجل إضعاف المجتمع العراقي وإسهال وتسهيل السيطرة على الشعب العراقي. وأيضا أصبح يعني حتى يعني الفرد العراقي أصبح يعني يشعر بانتهان الكرامة ويشعر بانحطاط القيمة، وكل هذه عوامل تساعد على السيطرة على أي مجتمع، وطبعا بالتالي فهو تنفيذ لأهداف ومشاريع الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني في العراق، ومنها التغيير الديمغرافي وطمس هوية العراق وطمس قيمته ويعني في هذه المنطقة، وبالتالي فأصبح منطقة ضعيفة ورخوة وسهلة لكل من يريد أن ينفذ أي جريمة أو ينفذ أي مشروع مضر في ليس في العراق فقط، وأيضا في المنطقة وفي العالم أيضا. نعم. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.